السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وسلامة دايما يا رب. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات، بتمنى ان شاء الله فيديوهاتي تكون بتعجبكم ويا رب يكون خفيف على قلوبكم ان شاء الله بإذن الله. نبدأ الفيديو بتاعنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ما تنسوش تشتركوا في القناة، وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، أكون شاكرة ليكم جدا جدا جدا. يلا بينا نشوف هنعمل ايه في الفيديو النهارده. الفيديو بتاعنا بسيط جدا وسهل جدا ان شاء الله، ويا رب ان شاء الله اكون بعرف افيدكم باذن الله. الفيديو بتاعنا النهارده هنعمل فيه التطريز بالخيط. التطريز بالخيط يعني بدل ما تسيبي الورده كده، يعني مثلا عندك مفرش، مثلا يعني نفرض عندك مفرش مرسوم عليه رسمه بسيطه زي كده، وحابه تغيري في شكلها او تغيري من شكل المفرش، فهنعمل ايه؟ انا دلوقتي معايا الخيط ده، اي خيط عندك بس يكون تخين زي كده، ممكن خيط تريكو، خيط كنفة زي كده، اي خيط عندك المتاح عندك. قناتي بتعتمد على اعادة التدوير بالموجود عندك، اعادة التدوير بالموجود عندك، مش هنشتري حاجات مكلفة، مش هندوخ على حاجة مش هنلاقيها. طيب هنعمل ازاي التطريز ده؟ بداية انا هنزل، يعني هطلع بالابرة من تحت لفوق، يعني من تحت كده، ده ظهر القماشة اهو، من تحت لفوق. طيب من تحت من اي مكان؟ لا، من الحته اللي انا عايزه ارسم فيها الخيط. يعني انا همسك كده، انا عايزه اعمل الدايره، عايزه ابطن الدايره اهو. انا هاجي من بدايه الدايره كده اهو، وهطلع الابره زي ما احنا شايفين كده، وهروح منزلاها قصادها من الناحيه التانيه كده اهو كده. اهي بسيطة جدا وسهلة جدا، تمام. هاجي بقى هنا هطلع الابرة تاني بس من جنبها، من جنب الخيطة اللي انا نزلتها كده. انا ماشية خطوة خطوة علشان ما انتهش من بعض اهو، وهجيبها كده جنبها اهي في نفس المستوى كده اهو، وبعد كده هجيبها من جنبها برضو. انا مش عايزه الظهر يبقى فيه خيط، بصوا ظهري ما فيهوش حاجه، مش عايزه الظهر يبقى فيه خيط. اروح طالعه كده من جنبها برضو، من نفس الصف اللي انا نزلت فيه، يعني اللي بنزل بيه بطلع من جنبه اهو كده اهو. اهو بصوا، انا محتاجه ابطن الدايره بس، محتاجه اكلف الدايره بس اهو كده. على طرف الإبرة خالص اهو سهلة وبسيطة جدا. هكملها انا بقى عشان ما اطولش عليكم. بصوا حبايبي كده انا خلصت خلاص الدايره اهي. هنا بقى هنقفل، بصوا هنا، بصوا الظهر هنا بقى هننهيها ازاي؟ ننهيها كده على طرف القماشه خالص، بطرف الابره كده اهو كده بس، وبنقصها عادي بالمقص. ادي شكل التطريزة اللي احنا عملناها اهي. طيب باقي الوردة هنعمل فيها ايه؟ هنحط فيها استرس او اي حاجة عندنا
زي كده مثلا في الصوص الجميلة دي، نحط هنا في كل وردية، في كل وردية واحدة هتغير شكل المفرش تماما. طيب ده بيتركب ازاي؟ اهو بنفس الخيط عادي خالص، او بتغيري الخيط زي ما تحبي. انا هنا هعملها بنفس الخيط علشان تبقى جامدة. هطلع كده من تحت لفوق، انا محتارة احطها يعني في النص ولا لتحت شوية، فانا حطيتها لتحت شوية. ونيجي في الاسترست دي اهي كده، اهو حبايبي بعد بس الخيطة اهي، بس كده اهي. نعمل بقى الاخيرة مع بعض علشان نشوف هننهيها ازاي من تحت. كده انت طلعت الابرة من تحت لفوق، دخلت الاسترست بتاعتي ونزلت بيها تاني، دخلت الاسترست اهي في الابرة، هنزل بيها تاني، اسيب طبعا مساحة عشان الاسترست تقعد فيها كده اهو. طيب انهيها ازاي؟ هقلب كده وعلى طرف الابرة خالص، بعد ما اظبط الاسترست بتاعتي على طرف الابرة خالص واعمل كده. بس كده اهو. ودي شكل الوردة بتاعتنا اهي بعد ما خلصت. بص شكلها اتغير تماما ازاي، بقت جميلة. دي كده اعادة تدوير للمفارش اللي عندنا باقل اقل اقل الامكانيات. ويا رب ان شاء الله اكون عرفت افيدكم، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم ان شاء الله على الف خير وصحة وسلامة يا رب الفيديو اللي جاي، واقول لكم سلام.